للهاربين من سجن الإحباط الساعين لجلب السعادة. يرسم لهم الدكتور عائد القرني دربا مزخرفا بالحكمة والأدب والموعظة الحسنة، فيقطف لهم من بستان درر إشراقات الشافعي وتجليات ابن تيمية واستقراء ابن خلدون وروائع المتنبي، ويأخذك في رحلة تلتقي فيها غاندي وشكسبير وأبراهام لينكولن ونيلسون مانديلا في كتابه الشهير لا تحزن، الذي ترجم إلى 30 لغة عالمية وبيعت منه 10 ملايين نسخة. لا تحزن جمع كل قول جميل يسعد الإنسان. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب لا تحزن. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.